أطول المخرج علي بن سعيد وحطونا الأمور طيبة. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو جلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، تنقل الخطو على ما يرسم، تنقل الخطو على ما يرسم. سلامتكم. صح صوت ما شاء الله يا ولد. أقولك.